ومن لا يعرف هذه اللقطة؟ لقد باتت هوية عالمية يقلدها الصغار والكبار للنجم كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفاً في مرمى الخصم. ومن غيره؟ السلام عليكم. من أيقونة عالمية تبرق في أوروبا إلى نجم يضيء سماء الشرق الأوسط يبرق من الرياض، كريستيانو رونالدو يرتدي الزي العربي التقليدي ويندمج بالمجتمع وعاداته. قائد نادي النصر السعودي يظهر في مقطع فيديو جديد يشارك احتفالات السعودية بيومها الوطني. رونالدو مثل دفعة هائلة لكرة القدم في الشرق الأوسط، فهو أول أسطورة رياضية أدخلتها المملكة للشرق الأوسط. لم يكن التعاقد معه مجرد أنه لاعب رياضي، بل خلف ذلك رؤى اقتصادية وسياسية ودعائية وثقافية. هذه الجماهير الإيرانية التفت حول فريق النصر عند وصوله إلى إيران في أول زيارة له بعد أن عادت العلاقات الدبلوماسية. الاستقبال الحافل الذي حظي به سفير الكرة السعودية وفريق النصر تحدثت عنه صحف عربية وعالمية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي. رونالدو لديه ما يقارب نصف مليار متابع على موقع انستغرام، تباعاً أصبحوا يتابعون نادي النصر والدوري السعودي. رفاه السعد، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.